اليوم مدينة صفاقس إن شاء الله تحتضن يوم الخميس الجاي يوم 11 مارس 2021 الدورة الثالثة للمنتدى التونسي الليبي للاقتصاد. هذه الدورة الثالثة. المنتدى هذا هو ديجا يقام تحت شعار ملتقى الأمل والتحدي لبناء اقتصاد متكامل بين الشقيقتين إن شاء الله. الهدف هو ترجيع مع تسليط الأضواء على المشاكل اللي كانت سبب في تراجع رقم المعاملات ما بين تونس وليبيا اللي كانت في 2010 الرقم كان فوق 3.5 مليار دينار كمبادلة تجارية عامة. الرقم هذا تقاخر إلى أقل من مليار 2020 وحتى قبل شوية 2020 لعدة أسباب اللي نعرفوها. ثم معناتها الاستقرار كيما ثم العراقيل اللوجستية والإدارية إلى آخره، وهذه بكلها أسباب اللي اليوم نسلطوا عليها الضوء ونخدموا على تذليل الصعوبات هذه لإرجاع إشعاع المبادلات والاستثمارات خاصة الليبية التونسية. الحضور توا اكتيالمون ثلاثة وزراء وفما 80 رجل أعمال وفما زادة بكثرة نساء أعمال، معناها هذوما باش يكونوا معانا باش نحييو وننعشوا الاقتصاد نتاعنا والاقتصاد الليبي. القطاعات الاقتصادية اللي مش يتم عليها الفلاحة، الصناعة، ولا التحويل الصناعي، التجارة، الصحة، الورق، الامبريميري، بيان سور لي سيرفيس كيما لي زاسيرونس كيما الصحة. الهدف الأبرز كاحنا كتيا بي سي هو لا فالوريزاسيون، ديما ننزل عليها هكا، للمنتوج التونسي، للعقل التونسي. كتيا بي سي وكتونسي يا دولة راكم عندكم دي كومبيتونس، راكم عندكم أبناء وبنات فاعلات وفاعلون معنا، دونك عاونوا، ما تخليوش الزربيه تتنحى من تحت ساقينا، ما تخليوش ديما ناكد على ذي ثرواتنا البشريه تخرج لبرا.